سنبدأ بخبر هز عرش الكرة العالمية في جميع قاراتها، في أوروبا، في أفريقيا، في آسيا، وكذلك في أمريكا. خبر تنقلته جميع وكالات الأنباء في العالم، قنبلة ستعصف بالكرة العالمية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى، حين كشف رئيس جهاز الشرطة الأوروبية في تصريح له السيد روب وينرايت عن شبكة إجرامية، مشاهدينا الكرام، تتلاعب بنتائج مباريات حول العالم، منها 380 مباراة من سنة 2008 وحتى سنة 2011، منها في تصفيات كأس العالم، منها في تصفيات كأس أوروبا، منها مبارتين في تشامبيونز ليج، واحدة منها في إنجلترا. لم يفصح عن هذه المباراة، لكن أعتقد بأن المشاهدين ربما يتكهنون بهذه المباراة. كذلك عدد المتورطين في هذه الفضائح وفي هذه التلاعب وهذه المراهنات 425 متورط، من حكام، من لاعبين، وكذلك من رؤساء أندية حول العالم. تم القبض على 50 متورط من ألمانيا، من المجر، سلوفينيا، أستراليا، وكذلك فنلندا. التوبيلي، ما الذي يحدث للكرة العالمية؟